من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كثكث وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغزو بشرة يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. شكرا 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 يا اطفال. مساء الخير يا اطفال. وش راكم اليوم؟ راكم شابين، راكم هايلين اليوم. اذا مرحبا بكم في حصتكم المفضله مع عمو يزيد. اذا يا اطفال، كل اطفال اللي سجلوا باش يحضروا معنا في الحصه، انتم تاني عيطنا لكم باش تجوا تحضروا معنا في هذه الحصه لانكم سجلتوا من خلال موقع الانترنت عمويزيد.com. يا أطفال، في هذه الفترة هذه كان يوم مهم، اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين. على بالكم يا أطفال باللي في العالم كاين حروب، وكاين هذه الحروب هذه تأثر على الأطفال كذلك. دوك يصبحوا لاجئين، كاين اللي يخرجوا من ديورهم، كاين اللي... إذا احنا ماذا بينا نتوقفوا باش نتعاطفوا مع هاد الناس المهاجرين واللاجئين اللي ما أصبحش عندهم وطن. يا أخي احنا عندنا وطن ونحبوه. تحبوا الوطن تاعكم؟ وكي تحبوا الجزائر واش نقولوا؟ 1 2 3 فيبا لا جيري. 1 2 3 فيبا لا جيري. برافو 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 برافو. يا اطفال، قبل ما نفوتوا الفقره المواليه، رايح نطرح عليكم اللغز. تحبوا الالغاز؟ اذا لغز اليوم يقول: اذا كان اسودا اشتريته، واذا كان رماديا رميته، وإذا كان أحمرا حذرته. وكذلك الأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا بإمكانهم يشاركوا معنا في الإجابة على اللغز بهذه الطريقة عبر موقع الإنترنت. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. أعيد اللغز. اللغز يقول: إذا كان أسودا اشتريته، إذا كان رماديا رميته، وإذا كان أحمرا حذرته. ما هو؟ يلا فكروا إلى غاية نهاية الحصة أنتم والأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا. قبل هذا الشيء، مادام تكلمنا على اللاجئين والمهاجرين وكامل، كاين حاجة اللي يسكن قدامنا كيفاش نسموه؟ اللي يسكن قدامكم واسمو؟ واسمك؟ ماريا. من جيتي ماريا؟ من لبناني. من لبناني. وين تقراي؟ لمسيد. شغل نسكن في دارنا. واسمو المسيد تاعكم؟ بوزيدي احمد. واش من سنه تقراي؟ ثالثه. الله يبارك. نسقسو هاد العروسه هادي. وانت يا واسمك بنتي؟ هاديه. هاديه. من جيتي هاديه؟ وين تسكني؟ بالصباح. انتوما شكون اللي جا لاكراش مسميه عليك هاديه؟ اوه الله يبارك. هاد الاطفال اللي جاونا من لاكراش هاديه تاع برج البحريه رفعوا يديهم وراهم كامل. برافو. اذا نرحبوا بهم يا اطفال. مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم. دونك اللي يسكن قدامنا واسمو؟ الجار. الجار. على بالكم باللي شكون اللي وصى للجار؟ وصى. شكون اللي وصى؟ واسمك؟ رايان. رايان. شحال في عمرك؟ 11 سنة. شكون اللي وصى للجار؟ الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. واش رايكم يا اطفال؟ عمو يزيد دار لكم اغنية خاصة بالجار، نروحوا نسمعوها؟ نعم. يلا. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار.
جاري يا جاري مختار، كيف غبت عن الأنظار؟ حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار؟ حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار؟ جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. يا أحلى الجيران، ربي أوصى ولعدنان أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان؟ أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان؟ جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. أهل الدار جاري ما حال الأولاد؟ عيد أمتنا قد عاد. جاري ما حال الأولاد؟ عيد أمتنا قد عاد. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. شكرا 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 يا أطفال، شكرا 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 شكرا، برافو. واش رايكم يا أطفال اليوم ككل حصة نروح ونسمعوا للبحث اللي قامت لنا به إكرام، واليوم راح نتعرفوا عن شخصية مهمة في الكفاح الجزائري المسلح اللي راح نتعرفوا على شخصية محمد خيدر. تفضلي إكرام. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم عن حياة الشهيد محمد خيدر، وهو أحد قادة الثورة الجزائرية وسياسي جزائري. ولد في 13 مارس 1912 بالعاصمة، ينحدر من عائلة متواضعة أصيلة من بسكرة. زاول دراسته بمسقط رأسه قبل أن يضطر إلى مغادرة المدرسة لإعالة أهله الفقراء. انخرط عام 1936 في حزب الشعب الجزائري، حيث انتخب نائبا عن الجزائر العاصمة عام 1947. اتهمته السلطات الاستعمارية بالتورط في حادثة السطو على بريد وهران عام 1950، واستعملت سيارته لنقل النقود من وهران إلى الجزائر العاصمة. لجأ إلى القاهرة عام 1951، وأصبح عضوا في جبهة التحرير المغرب العربي التي كان يرأسها عبد الكريم الخطابي. بعد اندلاع الثورة ساهم في تزويد الجيش التحرير الوطني بالأسلحة وفي ضمان الدعم العربي للثورة. اعتقل مع أحمد بن بلة ورفاقه يوم 22 أكتوبر عام 1956 بعد اختطاف في الطائرة التي كانت تقلهم من المغرب إلى تونس. عين عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية وشرفيا في لجنة التنسيق والتنفيذ عام 1957، كما أدرج اسمه كوزير دولة في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 1958-1962. بعد توقيف القتال أطلق سراحه في 19 مارس عام 1962 برفقة أحمد بن بلة. توفي الشهيد في مدريد بإسبانيا في 4 يناير 1967.
برافو 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 إكرام برافو. يا أطفال تحبوا ألعاب الخفة والألعاب السحرية؟ إذن أنا تاني نحبكم وخممت فيكم وجبت لكم عمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية بألعاب الخفة. إذن تصفيقا نرحبوا كامل بعمو سليم. سليم يا أطفال أنا لحقت دركا لواحد الركن اللي نحبه بزاف، هو ركن النكت. لازم تجو تحكوا لي شوية نكت. شكون يعرف؟ أروحي بنتي تعالي أقعدي. واسمك بنتي؟ ماريا. ماريا شحال في عمرك ماريا؟ 8 سنوات. من جيتي؟ وين تسكني؟ لبناني. في لبناني قصر واسمه حي مختار زرهوني هكذا؟ نعم. أيوا واش عندك نكتة؟ نعم أعطيني نكتة. كاين واحد نهار واحد الراجل تلاقى مع صاحبه قال له اليوم راك شباب شكون حفف لك؟ قال له في المجينة حففت. راح المجينة هذاك الراجل حط راسه درت له طين قال لها نيطن نيطتني بيض حفي لي كيما خويا طريبيض. راح المجينة عند القطار. برافو برافو. عندك نكتة؟ أرواحي بنتي تعالي 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 الشابة أروحي أقعدي. شوفوا شحال الشابة. شحال في عمرك؟ شحال هادو؟ خمسة. خمسة؟ خمسة. واسمك؟ ملاك. ملاك ملاك وملاك يا أخي الله يبارك. عندك نكتة ولاك شحاجة تقولي لنا؟ تحبي عمو يزيد؟ يا عمو يزيد تاني يحبك. هيا بنتي تفضلي. شكون اللي عنده نكتة؟ أروح أنت تعالى دوك يجي دورك دوك يجي دورك يلا وليدي تفضل. واسمك؟ وسيم.
وسيم شحال في عمرك؟ 6 سنين. من جيت وسيم؟ وين تسكن؟ بدار البيضاء. دار البيضاء. احكي لنا عندك نكتة؟ تفضل. قال لك واحد الخطرة واحد المعلمة قالت لهم قالت التلاميذ رسموا لي بقرة وحاشي راحت عند واحد الطفل قالت له وين راهو حاش قالت له كلات البقرة وراحت. برافو برافو. شكون اللي عنده شكون اللي عنده نكتة؟ روحي انت يا بنتي تعالي تعالي بنتي روحي تعالي تعالي. اوه راكي شابة. واسمها هذا الروبا روبا؟ ها؟ زي قبائلي قبائلي جزائري يا اخي. هذا زي قبائلي جزائري جميل نعتز به كامل. واسمك بنتي؟ سارة. سارة شحال في عمرك سارة؟ 5 سنين. 5 سنين الله يبارك. عندك نكتة تحكيها لنا؟ هيا تفضلي. قال لهم أروح قال له ذوك نجي. واحد الرجل قال له روح قال له ذوك نجي. هذه هي النكتة. هيا برافو برافو بنتي برافو برافو برافو. أروح أروح تعال تفضل. واسمك؟ رحيم. رحيم شحال في عمرك؟ 8. من جيت؟ وين تسكن؟ لبناني. لبناني انت تاني جيتو تحماو اليوم. الله اختك هذيك اللي فاتت مكمله. الله يبارك الله يبارك. واش تحكي لنا؟ كاين واحد الراجل جا جديد لدارهم قالو وين نشري الخبز؟ قالو مور الجامع. وبدا كان يمشي هذيك راجل اسمه امين هذي قال آمين قال له حاضر أعطيني زوج خبزات. الله يبارك الله يبارك. شكون اللي عنده نكتة؟ شكون؟ روحي بنتي روحي تعالي 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 اقعد. واسمك؟ عيشة. شحال في عمرك عيشة؟ شحال هادو؟ 4؟ 4. عندك نكتة؟ احكي لنا. هذيك الخطاط ايه؟ يا بنايا هو يبان كل اللي عملت عبي نعم الأب وأم اللي حيا بها من مثلها صاحب نومه صحيح خلاصت. يا برافو يلا. شكون شكون؟ استناوا جيبوا لي الفراشة هذه. أروحي أروحي هذه اللي لابسه الفراشة. تعالي تعالي أروحي تعالي أروحي. هي لابسه فراشة. أوه فراشة شابة. واسمك؟ بنيها. اوه اسمك شباب. شحال في عمرك؟ 3 سنين. 3 سنين الله يبارك. وين تسكني؟ وعلى هدية. تحبي عمو يزيد؟ عمو يزيد تاني يحبك. هيا روحي لمكانك. اروحي بنتي تعالي تعالي. اللي ما جاوش يا اطفال حتى كاع الاطفال يقدروا يشاركوا معنا يا اخي. هيا هيا دوك نجيبوها دوك. واسمك بنتي؟ بشرى. بشرى شحال في عمرك؟ 9 سنوات. 9 سنوات. عندك نكتة ولا واش عندك؟ عندي نكتة. تفضلي. قال لك واحد الفرك مخبي في القجار، كان هذاك الراجل كل يوم يشري فرموج وياكلو، كان يقول مرتو وراه كي ما يلقاش قالها مرة التالتة كي ما لقاش نوسمو نطلقك، كي ما زادش لقاه قالها نطلقك، مع كيما كي كانت رايحة خرج هذاك الفرق قال له لا ليا ولا لا ليا طلق ورتع على جاليا. برافو 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 برافو. أروح تعالي بنتي تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ رانيا. رانيا الله يبارك. شحال في عمرك رانيا؟ 6 سنين. الله يبارك. عندك نكتة؟ وين تسكني رانيا؟ لبناني. اوه جيتوا تحماوا اليوم كاع. هيا خلاص احكي لنا النكتة تاعك. قال لك واحد كان زعفان راح للبحر لقى قرعة تاع زجاج قرعة تاع زجاج رماها برجلي خرج له عفريت قال له سبيك لبيك واش تطلب بين ايديك؟ قال له عندي 5 سنين وانا خاطب. قال له كيما عندي جدا مازال ما تزوجش باسكو ما عنديش دار. قالو العفاريت قالو كان عندي دار ماني ساكن في قرعه تاع الزجاج. برافو 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 برافو. يا اطفال واش رايكم واش رايكم دركا تحبوا الحكايات؟ اوكي اذا عمو يزيد
راح يحكي لكم حكاية شيقة. يلا يا أطفال، اليوم راح نحكي لكم حكاية، ككل حصة نحكي حكاية، وفي آخر الحكاية دائما حاولوا نستخلصوا حكمة عبرة ومثل اللي يفيدونا في الحياة نتاعنا. اليوم راح نحكي لكم على الملوك الثلاثة. في قديم الزمان كانوا واحد الملوك في ثلاثة تلاقاو هكذا وقعدوا يهضروا. تعرفوا الملوك يا اخي؟ ملك، ملك لي روا. دونك تخوا غوا تلاقاو قعدوا يهضروا، كل واحد قعدوا يهضروا. عبركم باللي الناس بالمرات كاين الحاكم ولا الروا ولا اللي الناس تقعد تذكروا، كاين اللي نساوه حسب الاعمال اللي يديروها، حسب الحروب اللي يقوموا بها، حسب يعني لي سيتوياسيون. دونك بقاو يهضروا، كل واحد قال يقول لواحد انا لازمني كي نرجع لبلادي لازم ندير حاجه باش الناس تتفكرني. اذا نرجعوا لبلادهم، كل ملك رجع لبلاده. الملك الاول واش دار؟ شاف جبل عالي هكذا ودار فوقه مناره، انفار هكذا باش الناس من البعيد يعرفوا الطريق تاعهم. بالكم بكري ما كانش طريق ولا قدرون لا والو، ما كانش طرقان. الناس تمشي بالضبط، كانت الناس تمشي بالظل تاع الشمس تمشي. اذا دار لهم مناره كبيره باش الناس تعرف الطريق نتاعها، وبدات الناس تدعي له بالخير وكامل. مام كي مات شفاو عليه كاع الناس ويدعوا له بالخير لانه دار حاجه مفيده للمجتمع. الملك الثاني كي رجع لبلاده شاف مكان في المملكه نتاعو وين كانت صحراء قاحله، الناس وين كانت تفوت، كانت الناس تموت بالعطش، ما تسيبش وين تشرب الحيوانات نتاعها، ما تسيبش وين تشرب هي. راح تما وامرهم باش يحفروا، وحفروا بزاف باش صابوا بير، صابوا الماء داروا بير، ولات الناس كل ما تجوز من هذاك المكان هذاك يترواهم هذاك الماء كامل، ولاو يذكروه بالخير. والملك الثالث لما رجع قال انا لازم نجمع كنز كبير باش الناس تعود تذكرني دائما. واش دار؟ امرهم قال لهم لازم تجمعوا الضرائب وتطموا الدراهم على الناس. اذا ولا ظالم ولا يظلم الناس باش ينحي لهم الضرائب وينحي لهم الدراهم باش يدير كنز كبير. وكما كان الحال دار كنز كبير كبير كبير، ولكن الناس لما مات ما عادش تذكروا كما تذكروا الملوك الاخرين لانه ظالم. اذا عمو يزيد نستخلص من الحكايه انه لا تدوم الا افعال من فعل الخير في الدنيا. بالضبط بوبي. اذا في هذه الدنيا هذه الانسان اللي يدير الخير الناس تتفكروا بالخير. يا اخي يا اطفال، اذا يا اطفال مقبله لما تكلمنا على المهاجرين وعلى اللاجئين على بالكم باللي كاين شعب مضطهد اللي هو شعب فلسطين. وعندنا طفله دارت لنا الشعر. اروحي بنتي، تعالي تعالي تعالي، اروحي اروحي. واسمك بنتي؟ ليديا. ليديا، ليديا شحال في عمرك ليديا؟ 7 سنوات. عندك شعر على فلسطين؟ نعم. يلا قولي هنا. أنا بنت فلسطينية عزيزة وأبية، في يوم من الأيام مر رجل وقدم التحية، وردت البنت الفلسطينية وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. قالت البنت أنت يهودي وأنا فلسطينية، أنت يهودي وأنا فلسطينية. أغضب الرجل عن هذه التحية وضرب الصبية، وراحت البنت تطلق الخبر فوجدت علما يهوديا فمزقته ورفعت شعار الحرية، فلسطين بلادي حرة عزيزة عليا، فلسطين بلادي حرة عزيزة عليا. برافو برافو ليديا، برافو برافو. تفضلي ليديا تفضلي. يا أطفال كاين طفلة قالوا لي باللي جابت لك هدية، هذا الطفلة جابت لي هدية. شوفوا واسمك بنتي؟ نيهان. اه واش جبتي لعمو يزيد؟ وري لي. وين راح عمو يزيد؟ هذا عمو يزيد. ريني 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 ريني
وهذه زعما الدار. هذه الدار تاع الديكور تاعنا. الله يبارك. اذا عمو يزيد راح يحتفظ بهذا الرسم هذا ونخلوه في دارنا يا اخي. وي بنتي. ايه تقدري تمسيه بنتي بلا عقل. فوالا بلا عقل بلا عقل. تحبي تتمسيه؟ بلا عقل برك. فوالا بلا عقل بلا عقل بلا عقل. هو يحب الحنانه ثاني. وي ولدي. تعرفي الاغنيه؟ لما يغنوها؟ عليك مني سلام. هيا غنوها، روحوا منا دوروا الكاميرا. دوروا الكاميرا، هاك بوبي، خلينا الرسم هذاك تما. يلا. عليك مني السلام يا أرض أجدادي، ففيك طاب المقام وطاب إنشادي، وطاب إنشادي. أحببت فيك السهر والبهجة النادي، أحببت ضوء القمر والليل لما تكر، والنهر والوادي، والفجر لما انتشر في أرض أجدادي، في أرض أجدادي. برافو 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 برافو. معليش يا أطفال، كاين طفل اسمه فاروق. أروح فاروق، تعال تعال فاروق، تعال دني شوية الكرسي هذاك دني. أروح فاروق. واسمك فاروق؟ فاروق. واسمك؟ فاروق. فاروق واسمك؟ فاروق. مع بالي. قول فاروق شحال في عمرك؟ 4 سنين. 4 سنين؟ الله يبارك. واش تعرف دير؟ تقدر توريناك شي حاجه؟ ها تعرف دير زاكروباسي؟ قالوا لي يا اخي وري لي تشوف. ها تقليبه. ايه درنا تقليبه. اسنا تشوف كاين بلاصه هنا. درنا تشوف. دنيو عليه دقيقه دقيقه يا طفل. استنى فوالا دنيو عليه النبولات. هيا هيا ورينا تشوف. زيد تشوف. اوه زدنا وحده. قول فاروق انت دير الجمباز في الصاله تروح. وين تعلمت تدير هكذا؟ تعلمت دوك دوك برك. ايه مال عمو يزيد. عمو يزيد يدير زاكروبات. هيا برافو برافو. روح البلاستيك فاروق. يا اطفال الحقنا دركا للجواب على اللغز. اللغز كان يقول اذا كان اسودا اشتريته، واذا كان رماديا رميته، واذا كان احمرا حذرته. ما هو؟ شكون اللي عنده جواب؟ قولي. الكلب. الكلب. علاش كاين كلب كحل، كلب احمر، وكلب رمادي؟ اقعدي. الله يبارك. دقيقه اقعد في مكانك انا جاي. وي بنتي. حذاء. الحذاء؟ كيفاش الحذاء؟ لا لا، اذا كان اسودا اشتريته، اذا كان رمادي اسما كي قدام الحذاء. تفكير سليم. وكي يكون احمر حذرته. هذيك اللي شكون عنده جواب؟ سروال. سروال؟ لا لا، قعد في بلاستيك ماشي سروال. حاجه كي تكون كحله نشروها، كي ترجع رماديه نرموها، وكي تكون حمراء نخافوها. حاجه نشويو عليها. شوايه شوايه شوايه. لا لا الجمر. ها؟ الجمر. الجمر. فوالا فوالا برافو. الجمر. إذن هو الجمر. تعالي بنتي تعالي اروحي اروحي. إذن كي يكون كحل نشتروه، كي يرجع رمادي نرموه، وكي يكون احمر الجمر كي يكون شاعل نخافوه يا اخي. فوالا. إذن بنتي، إذن حنا في كل اجابه صحيحه عن اللغز نهدولك نعطوك هديه. هذه الهديه، هذه عفوا بنتي، الهديه تتمثل في قرص مدرستي سيدي لعمو يزيد فيه أغاني الأطفال، إن شاء الله يفيدك. وكذلك عندك قبعة، قبعة مع عمو يزيد تقدري تلبسيها في الصيف كي تكون الشمس حارة. داكور. يلا بنتي تفضلي. هالي بصحة عليك. أنتم كذلك أطفال الأعزاء اللي صاب الجواب وراسلنا عبر موقعنا الانترنت عمو يزيد.com
راح نتصلوا به. إذن يا أطفال اليوم ككل حصة عندنا عيد ميلاد، واليوم عندنا عيد ميلاد توأمين، دونك دي جيمو. هاد لي جيمو هما ماريا ورحيم، داروا 8 سنين. التحقوا بيا ماريا ورحيم، أرواحوا تعالوا تعالوا تعالوا. إذن ماريا أروح منا. ماريا ورحيم داروا شحال درتي ماريا؟ 8 سنوات. وأنت؟ 8 سنوات. أنتم توام؟ نعم. أوكي، إذن عمو يزيد راح يغني لهم أغنية تاع عيد ميلادك سعيد، وأصدقائي راح نروحوا يجيبوا لهم الكاتو نتاعهم. داكور، يلا تغنوا كامل معايا عيد ميلاد سعيد. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يرضي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يرضي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو 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 برافو. إذن رايحين نديروا العد التنازلي مع بعض. 8 7 6 5 4 3 2 1. برافو. تصفيقة تصفيقة تصفيقة. إذن بوسهم بوسهم كامل بوسهم، وأنا على هذه الأنغام ما بقى لي إلا نقول لكم انتظرونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت يا أطفال، نحبكم. لا تحزن وحن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.